أقدمت ميليشيا الحوثي في صنعاء على اغتيال الشيخ قابلي من أبناء محافظة إب في أحدث عملية قتل تطال زعماء القبائل. المسلحين الحوثيين يقودهم القيادي الحوثي المدعو علوي الأمير قتلوا الشيخ صادق أحمد صالح أبو شعر أحد مشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب. العناصر الحوثية نصبت كمين للشيخ صادق في جولة دار سلم بصنعاء بعد رصدها لتحركاته وأطلقوا عليه وبلاً من الرصاص وأردوه قتيلاً. قبائل إب طبعاً استنكرت هذه الحادثة وتجمعت في ميدان السبعين وقامت بنصب خيام لمطالبة الميليشيا بتسليم القتلة. البقاهان وده يفلت ما هو آدمي ولا هو رجال انهم بيتحدوا بصعب على الله ورمانة معروفة مدينة القسم وشلته انهم بيدوه رمانة وسلموا غروانة للناس بجبن بغير الكلام هذا ده يفزع ما هو آدمي ولا هو تمام تمام على هذا اتفاق اتفاق بعد ذلك